ازيكم يا صحابي؟ النهارده هنشرح مكونات جهاز الكمبيوتر. من انواع اجهزه الكمبيوتر هما 3. اول حاجه عندنا الكمبيوتر الشخصي، الثاني التابلت، والثالث اللابتوب. دلوقتي هنعرف اجهزه الادخال واجهزه الاخراج. اول حاجه هنتكلم عليها اجهزه الادخال. يعني ايه اجهزة الادخال؟ هي اللي بتدي الاوامر للكمبيوتر. اول حاجة معانا الكيبورد، ثاني حاجة معانا الفار اللي هي الماوس، ثالث حاجة معانا شاشة اللمب، رابع حاجة معانا الميكروفون، خامس حاجة الكاميرا، سادس حاجة المسح الضوئي. دلوقتي هنتكلم عن اجهزة الاخراج، هي اللي بتطلع النتائج من الكمبيوتر. تعالوا بقى نقول هما 1 شاشة العرض، 2 نظام برايل، 3 مكبر الصوت، 4 حاجة معانا مركب الكلام، 5 حاجة معانا آلة وكده. يا صحابي نكون خلصنا أجهزة الإدخال وأجهزة الإخراج. سلام.